السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح نوضح يعني طريقة، لأن اليوتيوب نزلت يعني غيرت القواعد يعني متاع التحميل الفيديوهات على يوتيوب، فلذلك يعني فرضت أنها تكون يعني توضح، يعني لما تنزل الفيديو يعني أنك توضح إذا كانت هذه الفيديو موجهة للأطفال أم لا. فهذه يعني عبر التطبيق اللي هو هذا يوتيوب ستوديو، نفتح التطبيق. طيب، في التطبيق نجد التابلود بار، يعني كل ما هو لديك يعني ما يتبعك نضغط هنا، ثم نضغط على فيديو. لما تطلع لنا الفيديو يعني نختار الفيديو يعني التي هي عنيفة، لما نقول يعني عنيفة فيها ضرب أو فيها ما شابه، يعني مثل هذا فيها يعني عملية سطو مسلحة، نضغط على الفيديو. ثم نضغط على الإعدادات اللي هو في شكل قلم من فوق على اليمين، ثم نضغط على ليست المعلومات العامة وإنما على اليمين هذه الإعدادات. فالإعدادات ننزل تحت الأوديونس، تحت أوكين سيليكسيون، نضغط عليها. لهنا موجود هذا المحتوى هو للأطفال أو لغير الأطفال، نضغط على لغير الأطفال، ثم نضغط تسجيل. وهكذا نكون يعني سجلنا يعني مع اليوتيوب، وإلا تقوم بحذف اليوتيوب، تقوم بحذف الفيديو أو تقوم بفرض عقوبة على مستخدم اليوتيوب لعل يعني يخسر قناته وما شابه يعني. فهذا يعني مهم جدا يعني، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديوهات أخرى إن شاء الله، والسلام.